هذيك العجانه راه ما كتعجنش، باش النساء الا كانوا كيسمعوا، هذيك العجانه راه ما كتعجنش، راه غير كتضرب الدقيق، لان عندها واحد لوبرا كتلاحظ هي كتشوفها ما كدلكش، كتوركش على العجينه. هذا علنا المراه ملي كتكون دلك العجينه كدلكها بشويه وكتبقى تزيد الماء بشويه، راه يعني كتزيد الماء بشويه بشويه حتى تيتساتورا، كي هذاك لاميدون كيشرب الماء مزيان وكيكون اشباع ديالو بالماء. ملي كتخمر الخبز كيعطي واحد الشكل اسفنجي وما كيضيعش الماء بسرعه، ما كيهربش منه الماء بسرعه، بمعنى الخبز ديال الدار كيبقى يومين وثلاث ايام جيد، لان هذاك النشا شبع بالماء، تشبع بالماء، هذاك الدليك والماء بشويه والدليك كيخليه يتشبع بالماء، لان دوك لي بارتيكول داميدون هذوك الحبيبات ديال النشا كيطرطقوا كيشربوا الماء مزيان كيرواو. من هاد الماكينه هذه كتضرب هذاك الاميدون، كتخلطوا مع الماء والملحه وكتضربوا، ماشي كدلكوا، بمعنى ما كياخذش الماء. شوف مثلا هذيك الخبز الطويل ولا الخبز العادي الاخر ديال الاله اللي كيتباع في السوق، يعني ملي كتشريها مع الصباح الا تعطلتي عليها بساعتين كترطاب، كتولي تنيها ديرها في جيبك، والا في العشيه جيتي بغيتي تاكلها كتلقاها ولات حجر، كتلقاها يعني تصلبت. علاش؟ لانك تضيع هذيك نسميو حنا البروتستيلين. البروتستيلين هو هذاك الخبز اللي كيقدم، وهذا علي الامريكيين كانوا خدموا عليه كثير، هما الالمانيين هما هذو البروتستيلين. علاش خص الخبز يبقى في السوبر مارشي لمده اسبوع؟ لانه ما عندهم الخبز كيتباع في اسواق ممتازه، فاضطروا يضيفوا عليه واحد ليديغليسيريد مع ليمونوغليسيريد، واحد الاشياء يعني كتستخرج من شحوم الخنزير باش الخبز يبقى رطب. هذاك الشيء علاش الجاليه ديالنا المسلمه اللي كتعيش في الخارج من الاحسن ما يشريوش خبز من مخبزات، يعني من البولونجري، لان كيزيدوا عليه هذا المكون، وهذا المكون كيتستخرج من شحوم الخنزير، يعني تاع الخبز عندهم حرام اللي كيتباع في السوق. فهاد المسائل عليا انا، داكشي علاش كنقول انا هذا علم التغذيه هو علم خطير، لا من الناحيه الشرعيه ولا من الناحيه العلميه. كاين اللي كيقول لك انا كناكل الخبز، ما كياكلوش الناس خبز، هذا الخبز ديال السوق اللي كياكلوه بالخميره الروميه ومعجون بالماكينه، هذا ليس خبز، باش ما يكذبوش على الجسم ديالهم. الخبز هو اللي من القمح الكامل اللي بالخميره البلديه اللي معجون باليد، وإذا كان مخبوز في فرن الحطب ولا خبز الضوء يكون احسن، لان لا تخبز، لا تخبز في الفرن ديال الغاز. معلومه خطيره ومهمه. نعم اكيد معلومه خطيره، اكيد معلومه خطيره. كيعجنوا بالروبو؟ نعم نعم، هذو اللي كيعجنوا بالروبو ما كيعجنوش، ما كياكلوش خبز، وغادي غادي يلاحظوا الفرق كبير. وما العيالات كيعرفوا، النساء ديالنا ماشي سهله، المغربيات ماشي سهله، النساء دابا اللي كيسموا كيعرفوا بان المعجينه المدلوكه باليد ماشي هي اللي مضروبه بالروبو، كيعرفوا هذه القضيه هذه ماشي هذه. كي تشوفي هذيك الكاميرا بعض المرات الا زدتي دلكتيها، هي الكاميرا هذيك اللي طايبه كتبغي، الا زدتي دلكتيها ترجع لك عجينه في يدك، بما ان ما مدلوكاش ما معجوناش، لان يعني طبعا غير دقيق مضروب بهذيك الاله مخلط مع الماء والملحه. وهنا هذا هو الناس اللي خصهم يفهموا هذه الامور، خصهم يفهموها، لان لا فهموها يعني قبيله تكلمنا في واحد البرنامج تكلمنا على الشخص يجب ان يؤمن بهذه الاشياء، اذا لم نؤمن بها راه ما غنديروهاش، خص يكون عندنا ايمان بهذه الاشياء هذه، ماشي واحد كاين شخص انت تصنت لي على خاطر تقول ما نقدرش على هادشي، انك لا تؤمن بهادشي هذا ما عمرك غديرو. اذا كانوا الناس يؤمنون بهاد الاشياء واخا ما يديروهاش اليوم ولا غدا، ولكن واحد النهار غادي يرجعوا لها، لانهم يؤمنون بها ولانهم عارفينها ومتشربين بها.